من نسي الصورة وتذكرها في الركوع ورجع إليها هل تبطل صلاته؟ لا يصح له هذا العمل بحال من الأحوال، ولا سيكون ركع ركوعين، فلا يفعل أبدا. يعني نسي أن يقرأ صورة بعد الفتح، الصورة ليست بواجبة، فتذكر في الركوع أنه لم يقرأ صورة، لا يقوم ويقرأه ويركع ركوع ثاني، يقول ركع ركوعين، لا يصح له ذلك، ويخشى على صلاته من البطلان.